my god, am I a chef? Yo! Yo! اشتقتوا لي؟ لا حلو. So, اليوم عنا فيديو يوم كامل من الأكل النباتي بدي أقول صحي بس ما بدي أقول إنه كل شيء اللي باكله 100% صحي، أوكي؟ اللي باكله أقرب شيء لأكل صحي بس بطريقة ما بيخليني جن. You know? So أنا عندي مشوار هلا بعد شوي عشان هيك looking kinda cute. بس قبل ما أروح بدي أعمل الترويقة. وللعالم اللي حاضرة فيديوهات يوم كامل من الأكل على قناتي، صار في كتير منهم. بعرف شو عم تفكروا. والجواب هو لا، ما حأعمل ترويقة غير أشوفها بحياتي. I'm sorry بس أحسن ترويقة بالحياة. بحس لما اكل شوفان الصبح اليوم كله حاكل اكل صحي، لان خلص بلشت اليوم باكل صحي، يو نو؟ قبل ما نبلش للعالم اللي بعدها ما اشتركت بالقناه، شو عم تعملوا بالحياه؟ اشتركوا بضغط الزر الاحمر تحت الفيديو، شغلوا الجرس تما تقفوا ولا فيديو من هلا ورايح، واعملوا لايك على الفيديو اذا حبيتوا هذا الفيديو وبدكم ياني اعمل اكثر من هالنوع. كول؟ خلينا نبلش. اوكي بعتقد كلكم حفظتوا باي ناو، بس بحط شويه اوت ميل او شوفان حسب انا قد ايه جعانه. او العناصر الغذائية اللي بدي اكلها. بجرب بس غطي الشوفان شوي بالمي. Like that. بحطهم لمدة دقيقة. بصيروا هيك. بعدين بنزيد البينات باتر. فيكم تستعملوا اي نوع بينات باتر، انا بستعمل هيدا. جرب لاقي بينات باتر بس بقلبه بينات، ما بيكون بقلبه كتير مكونات. حط هالقد. يعني نص ملعقة صغيرة، بعدين برش عليها قرفة، ما بحب كتر القرفة، بعدين زيد almond milk اللي هو حليب اللوز، وعادة بحط كتير قليل، بس بما إنه صرت عم زيد البروتين عليه، بروتين باودر، زيد كمية منيحة، بعتقد حكي عنه بكل فيديو، بس I love this protein so much لأن نباتي طعمه مش like فصلي عم بستعمله شي 4 سنين. I highly recommend it. الرابط تبعه دايما بصندوق الوصف قد ما بحبه. بحط شوي هالقد قولوا نص سكوب بزيدهم على الشوفان. إذا بتلاقيهم كتير ناشفين بزيد بعد بس شوي. ترى وهيك بيكون عندكم ترويقة نباتية سريعة سهلة وبتشبعكم لفترة طويلة وبقلبها كمية بروتين منيحة. Amazing. مشكلتي انا انه موت بالشوكولا، كتير I crave it، بس الشوكولا مش نباتي، اغلبية الشوكولا مش نباتية، فإذا في شيء طعمه مثل الشوكولا نباتي وبقلبه بروتين، yes, all the yes. والحلو بالشوفان فيكم تعملوه بالطريقة اللي بتحبوها، فيكم ما تزيدوا بروتين، فيكم تزيدوا موز، بيريز، اللي بدكم اياه على الشوفان، وكل يوم تعملوه بطريقة جديدة. بشوفكم بعد المشوار. ولما اعمل الوجبه الثانيه. يو. هلا رجعت من المشوار والميتنج، صار وقت اعمل الغداء. وبعرف انه في عالم بتقول انه انا ما بطبخ. اذا عم بطبخ مثلا بغني انه بطبخ. بتحكي على مين؟ ما طبختش في حياتها، السيريال از نوت طبيخ. اوكي ما بدي اقول انه بعرف اطبخ، بس بعرف حضر. وهيدا الشيء مهم مثل الطبخ بنظري. Anyways مش مهم، المهم انه عم بعمل اشياء انا بقدر اعملها تعيش حياة صحية. انا الي ما فيني اعيش حياة صحية اذا كل يوم بدي اطبخ شيء ما الي خلق اطبخه او كتير صعب. بعرف نفسي حاطلب اكل مش صحي، فبعمل اللي بقدر عليه. Anyways اليوم حاعمل a burrito bowl. كتير سهل تعملوا، بدكم رز، كينوا اذا بتحبوا، انا بحب زيد شوي كينوا تزيد شوي نسبة البروتين والفايبر، بينز اللي بعدني لهلا ما بعرف شو هني بالعربي، بعتقد فاصوليا وافوكادو. فيكم تزيدوا اللي بدكم اياه خضرة على هيدا البول. واليوم اكشلي عملت شغلة، بدل ما استعمل فاصوليا من المحل جبت فاصوليا مجففة نقعتها قبل بليلة، سو امبارح بالليل نقعتهم وهلا طبختهم من شوي. وهيك فيكم تقرروا قد ايه بدكم من كل شغله حسب احتياجاتكم اليوميه من العناصر الغذائيه. سو مثلا الفول بقلبه بروتين منيح بس كمان نشويات منيح ومش كتير دهون، ف حسب انتم شو بتحتاجوا بنقل الكميه. الفاصوليا صارت جاهزه، بعد ما نعمل الرز والكينوا حاطبخن سوا. هيدا نوع الكينوا اللي جبته، فححط شوي من هول مع الرز واطبخن. بحط نص كبايه رز وتقريبا نص كبايه كينوا، بغسلهم وبطبخهم مع مي.
عدلي علمني طريقة شوف إذا المي كفاية. قال لي إنه المي لازم توصل لهيدا الخط بإصبعنا، فبعتقد we're good. شوية ملح، شوية توم، شوية بصل، خليهم يطبخوا. Look at that. رز مع كيما، ما ححطهم كلهم، ححط شوي منهم لأن ما بدي هالقد نشويات. Oh my god، مين غيري بيحب اللزقة؟ كنت تتحكموا انتو بالكمية اللي بتحطوها حسب الاحتياجات. الرز والكينوا بقلبوا النشويات منيح، الكينوا بتزيد شوي من نسبة البروتين النباتي، بعدين اذا جاي عبالي اكتر بحط، بس اول شي ببلش بكمية صغيرة بشوف اذا بشبع، اذا شبعت خلص، اذا ما بشبع بزيد بعدين. واذا بتعرفوني بتعرفوا قدي هيدا الشي بيعني لي. افوكادو is my life. تحط نص افوكادو بالبوريتو بول، هيدا منيح لاحتياجاتي اليومية. هيك بيكون عندكم وجبة سريعة صحية وسهلة. إذا أنا بقول سهلة يعني سهلة. Trust. وأنا ما إلي خلق أعمل كل هالأشياء كل يوم، فالحلو بهيدي الوجبة إنه فيكم تحضروا كمية كبيرة من ال شو قلنا اسمه؟ فاصوليا، وكمية منيحة من الرز، تخلوا اللي بدكم إياه على جنب مطبوخ. سو هيك بجهز كل شيء بيوم، وهيك لمدة كم يوم بكون عندي أكل جاهز بالبراد كامل يومي بطريقة صحية وبلا أي جهد. وهيدا حلم الكل بالحياة، right؟ نو؟ بس أنا؟ ما بعرف اذا انتم مثلي، بس انا already ما بدي اكل اكل صحي، so اذا ما بيكون كتير سهل موجود ما حاكله. بعرف حالي، متصالحة مع نفسي، فبعرف كيف سهل الامور على نفسي. You know it. كل ما اخلص وجبة لازم اكل شي حلو، فلوتس نباتي guess the job done. وعادة واحدة ما بتكفيني، so باكل الباك اللي هو اتنين. اوكي شوفكن لما اكل الوجبة اللي بعده. صارت الساعة 8 وحنعمل العشاء. اليوم حنعمل pesto باستا على الطريقة النباتية، مش نباتية لأن عادة بقلبها حليب. ليه بدي يحطوا لي قصة حياتهم قبل ما يحطوا لي الوصفة؟ الطبخ شيء ما بيفوت براسي، إنه أنا حقعد ساعتين بالمطبخ وآكل الوجبة أصلاً بدقيقتين؟ No. doesn't sit right with me. فلقيت وصفة مكتوب عليها 5 دقايق تحضير، ف هذا اللي حنقيه. So, أول شي بدنا إياه هو 3/4 كوب من الكاشو، شغلتين من التوم، ما بعرف شو بيسمون هون. Can you tell I don't do this? It's fine. كلنا عم نتعلم بهالقناة. بدكن ليمون أو حامض، أنا ما عندي حامض ف pass. زيت زيتون، عندنا زيت زيتون، بس بدنا نطال زيت زيتون. Woo! حياة الأثار مش هين. بدنا نص كوب من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الملح، كوباية واحدة من البيزل. خلينا نبلش بالطبخ. وتيت كمان بدكن nutritional yeast، ما بعرف هيدا شو اسمه بالعربي، بس بدكن ملعقتين كبار من هيدا الشيء. هيدا ريحته وطعمته مثل الجبنة بس هو نباتي، فكتير بيعطي طعمة حلوة للأكل. عادة ما بلاقيه بالسوق، بس لقيته على موقع iHerb، ححط لكم رابط تحت بصندوق الوصف مع كود خصم كالعادة كنت استعمله دايما على كل شيء. طلع بدنا أكتر توم من بس شغلتين، فحطيت 4. فأول شيء عملته هو عملت الباستا، فيكن تعملوا أي نوع باستا، غليتهم لمدة شي 7 دقايق، فهلأ صاروا جاهزين وهلأ بنعمل الصوص. مفروض كمان نحط حامض، ايه بس نسيت. ما عندي حامض ف هنشوف. نحطه على الخلاط. بسم الله. ما كتير بحب الزيت، سو ححط هالقد بس، حسب انتو شو بتحبوا بعتقد. او ماي جاد، انا ابدا ما بحب الزيت. نزيد بعد زيت. شوي صار احسن. اوكي لا بعتقد هيك منيح. شايفين؟ يو هلا ورايح بتعطيهم للشيف ليلى. اوكي ثانك يو سو ماتش. بس ناقصها حامض صح؟ يعني بيحطوا المكونات لسبب. يلا بعد مره. بسم الله. get it.
خلينا ندوم. It looks so good. شكله عن جد كتير طيب. Guys, this is so good. Oh my god, am I a chef? Please جربوها بالبيت. حطوا حامض شوي بس غير هيك it's amazing. ونباتية. So good. What do you mean? فيكن تزيدوا البيت كن هي عليها مثل توفو مثلا إذا بدكن تزيدوا نسبة البروتين النباتية لأن هيدي بقلبها نشويات من الباستا ودهون منيح من الصوص لأن الصوص بقلبه زيت زيتون كاشو كمان كتير بقلبه دهون فإذا عم تنتبهوا لأكلكن والكالوريز العناصر البقية والسعرات خففوا شوي من الباستا صوص تبقى أقل سعرات وأقل دهون وكمان اللي بعمله بحط شوية خضرة بالفرن تأشبع أكتر على الخضرة وهنا سعرات خفيفة أكل شوي من هالباستا لأن إذا بس بأكل هالباستا بحط شي صحنين تأشبع بس هيدا بيكون كتير سعرات فإذا بشبع شوي أكتر على الخضرة بأكل أقل من الباستا. أوكي أنا حروح أكل واتهنى بهالوصفة اللي عملتها وكتير لايك تخور بحالي إذا بدي أقعد منيح ولايك ركز وقول أنا عملت هالشي أنا كلكم تركولي بالتعليقات هيدا الإيموجي تكلنا نحتفل بـ Thank you so much. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفيديو واستفدتوا منه وإذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا تشتركوا بضغط الزر الأحمر تحت الفيديو وشغلوا الجرس لما تقفوا ولا فيديو من هلا ورايح ولايك على الفيديو إذا حبيتوا الفيديو وبدكم يعني أعمل أكتر من هالنوع. بحبكم 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 وبشوفكم بالفيديو الجاي. Peace.